جنيت جنيت من الحب جنيت جنيت هلا اميغوس صباح الخير. انا لا 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 لا, لا انا لسه انا ما نمت ولا اي شيء. هلا هيك هالات سوداء everywhere هالات سوداء حبوب everywhere. انا كتير متحمسة عشان اليوم راح اسوي اول تجربة في حياتي في الهايكينج. راح اخذكم معي في هاي التجربة. نروح لسوا لمنطقة جبلية ونصعد الجبل ونسوي مغامرات رهيبة انا وانتو سوا. شايفين هلا هذا الوش اللي بيحرى؟ راح اشوف كيف راح نظبطه بالميك اب. فانا راح اروح هلا جهز حالي وبرجع لكم. حتشوفوا هلا الضباوة اوف ميك اب. شايفين قوة المكياج وقديش تغيرت؟ على فكرة في مخي هيك فكرة او تجربة راح اسويها عن هذا الشيء. كمان ترقبوها ان شاء الله راح اسويها قريبا. سو انا هيك جايز حضرت لانه لازم البس لباس رياضي لانه راح نتسلق الجبل وهيك شيء. قد ما راح اروح بكاب وما بعرف ايش. جايز احنا قاعدين هون عم نستنى الباص في هذا المكان. تأخروا علينا الجماعة شوي. هلا الرابعة صباحا على فكرة. وهي هي انا هون وهدوك الجماعة اللي وراي كمان كلهم بنات. معنا بس شب واحد. وبس كتير بردانة ما يعني كنت متوقع انه راح يكون في طقس بارد. بس يمكن لانه صباح بكير فلحق طقس شوي بارد. معي جاكيت تبعي بس. شايفين هذاك هو الباص اللي راح نطلع فيه واخيرا اجا. الحادث هون فلهيك عم تشوفوا هذيك المشاهد المستعان. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. احنا وصلنا هلا للمنطقة الجبلية وزي ما شايفين جماعة وراي. I'm so excited. ما كنت هيك شخجلاني عن شوي هيك الناس. لكن عن جد هلا عم نطلكم عن جد انه لهالقد يعني شوي وبعدين نكمل مشوارنا. اكشلي انا عم حاسه انه اجري كله من تحت انه عم بتوجعني. جايز من الاخطاء اللي انا ارتكبتها انه من المفروض كان اخذ معي اكل فود وانتم عارفين انه انا اوريدي يعني في دايت. فمن الافضل انكم لما تروحوا للهايكينج تاخذوا معكم اكل انتم مجهزينه. اي بنت يعني بدها انها تظهر في كل الحالات انها حلوه وهيك ابدا 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 شو لا تفكري انك انت يعني تروحي بالناس قدامه بيسوي يعني بريشور. ولما تكون انت لابسه يعني اصلا شيء ضيق فبيخليكي انك انت يعني زي انك انت عم تضغطي على جسمك فكل الدم اللي المفروض انه عم ينزل ويهبط انك انت عم تسوي حركه فكله يطلع لفوق وبيسبب لك صدمه. بليز دونت دو ات. ولمعلوماتك بس انه انت مو رايحه لزواج عمك ابو محمود ف تيك ات ايزي بيبي. انا لابسه لبس رياضي وفكرت انه اوه ماي جاد اتس سو ايزي
بعدين يعني من دقيقتين يعني الاولى حسيت حالي انه خلاص العجل ما يشي. سوتها في الطبيعة. ديش منظر من هون حلو. فكرت انه وصلنا للقمة بس طلعنا ما وصلنا لسه. وهذا هو تعبير مشيت. شو شو شعرك شيش كشوف. في انف بيزة جديدة. جنون. رندوني. شبه الخلال جبل. احلامي اني بعيش في هيك بيت جبل. هذاك المنزل اللي انا فرجيتكم اياه طلع يعني مكان او فيها قبر ولي صالح. هذا الولي صالح اسمه بو جابريل. هلا كان عم يتمسخر واحد من رفقاتنا عم يقول هلا القبر واحد وفهمنا اللي هو قبره، بس القبر الثاني لمين؟ تن ترارارن تن تن. اضحكوا بقى، ده الضحك جميل. خلى فيلم نافيلا. طلع هذا قبر ولي صالح. او ماي جاد او ماي جاد، يعني زي مقبرة. حتى تخيلوا انه مكان حبيت انا انه اعيش فيه طلع فيه ولي صالح. الاولياء الصالحين هذول بيتابعوني في كل مكان. احد احلامي تحققت. البقرات عم يطلعوا فيه وبيقولوا شو هاي الهبلة. انتو سيلفي بيبي وير ار يو عسلامة. لبس رح تقولوا هاي البنت جنت، رح تقولوا هاي طفلة ايش عم تتصرف هيك؟ صح عم تقولوا هيك؟ انت العشرينات تتصرف تصرفات طفولية؟ بس هذا حلمي. يز قلبي وافراح وهنا في مساء. يلا خلاص 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 خلصت فقط جنان. تن ترى تن 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 تن. انا انكم تكونوا عم تسمعوني بسم الله 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 بسم الله. احنا رايحين للضريح او زاوية تبع الولي الصالح. يا عمي ابو قبرين بركاتك. ادخل رح ادخل رح ادخل لا الزاوية. اوه رجعتني يا بقرة. بركات. فهو من معناها المناضلين ضد الاستعمار والا هو اللي صار. طيب فاتح من الفاتحين جامع الفتوحات الاسلاميه. قديش ليه معناها؟ عن 1000 سنه. 1000 سنه؟ على الاقل. ما شاء الله برين. وهذا قبره الحقيقي؟ قبره الحقيقي. اسمه الاصل ابو بكر ابن على المسكلة العضل في النزلة، يعني رح تكون أصعب أكثر أو شوي من إنك تطلع للجبل. قولي منه جايز رح أحكيكم وأنا عم بمشي شوي عن الهدف من الهايكينج. أولا كل شخص الأوبجيكتيف أو الهدف تبعه من إنه يروح يسوي هايكينج. في ناس مثلا، في الناس اللي ما تمثلنا إحنا مثلا، اللي ما تمثلني أنا ليش أحكي على غيري، اللي شافت كل شيء يعني من لاكشوري في حالة اللكشري وبدها تشوف السياحة البديلة. بسم الله. هم شافوا كل شيء وعم يدوروا عن سياحة بديلة. احنا شفنا كل شيء من اللكشري، شفنا كل الفنادق 5 ستارز مليت، فبيحبوا يجربوا هيك اشياء. وفي ناس بتسوي هذا الشيء عشان تنحف ويقل وزنها. ناس ثالثة اللي تعودت على الطبيعة، بتحب الطبيعة، بتعشق شيء اسمه طبيعة، فما تستمتع بس إلها لما تطلع من المدينة وتروح يعني تخيم وتضلها في الطبيعة لأيام عشان تجدد طاقتها. في ناس تانية
ما عندهم اي مشكلة مع المدينة ولا عندهم اي مشكلة مع الطبيعة، فمن مرة مع مرة يحبوا يروحوا ويغيروا جو. أوبس. البنت اللي وراي بعتقد اخوها وحبيبها وما بعرف، ماسكها وانا اتألم ولا اتكلم. واي تيل مي واي انزلقت. قربت اروح فيها، لو كان هلا معي بوي فريند او حبيب او زوج ما كنت رح اعاني هاي المعاناة. صح هلا لا ومش صح هلا لا، بس حب كلامي على اخر موضوع تبع البوي فريند، اي مين هازبند فيرست اوف اول اند سكند. دونت ايفر اندر استيميت ذا باور اوف تونيزيان وومن. سو اكشلي وي دونت اني وان. ما بعرف، في ناس رح تفهم غلط، ما لازم نتصرف بعافية، لازم نبرر للناس او بس. شكرا. بمزح، بعتقد انه هاي مؤثرة التعب. اخيرا واخيرا جايز نزلنا لاخر نقطة. جايز الجبل كأنه بيقولنا من نزلات والطلعات انه هاي هي الحياة، ups and down ups and down، ما في شيء يستمر، ولازم احنا نواكب ونجري هذا الشيء. يا ليلي يا عيني على الكيات، في احلى من هيك؟ لا ما في. جايز احنا هلا خلصنا من الكافي شوب ورايحين. هو الجبل اللي احنا كنا فيه من شوي، واحنا هلا جايز في محطة بنزين رايحين لمنطقة تانية اسمها الزريبة. صاحب الجو في مجموعة يا الاسبانيولي. بلشت اتعب، تعبت بس لازم اتعب عشان اتعود انه هي هي البداية. بس البداية بس ما شفتوا ولا شيء، ما اصير عن جد يعني رحالة عن جد وحقيقي، فبتعود على كل هذا الشيء. يس دونت ايفر اندر استيميت ذا باور اوف ام ام ام. 3 دقائق. شوفوا جايز الناس البسطاء كيف عايشين. هاي هي القرية الأمازيغية. الأمازيغ يتميزوا جايز بشيء، إنهم يبنوا على الجبل، بيوتهم تكون مبنية على الجبل. يلا 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 يلا. This so funny. هاي الموسيقى جايز تسمع عنا في تونس المزود. هذيك العائلة عم يطبخوا سوا، يعني عاملين زي الكامبينج ورا هذيك الصخرة، مسوين هيك فرش وهيك أشياء، يعني عجبتني الفكرة تبعهم. So cute isn't. شوف المكان من هون، يا ما شاء الله يا ما شاء الله. زينة جايز، هاي هي الصورة الحقيقية للمدينة زمان كيف كانت. هاي زريبة الغالية هي مدينة بربرية زي ما حكيت، وهي مبنية على هضبة الارتفاع تبعها تقريبا 300 متر. صح. السعادة جنون والجنون حياة، والحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. جنون. جينا هون لمحل يبيع المقطوز القرويني. هاي النوعية من الحلويات بتلاقيها بس في القيروان، يعني اصلا مشهورة بها، ولو تلف كل المدن التونسية ما بتلاقي زيها لانهم هما معروفين بها وهذا جزء من تراثهم. اخذت له الموبايل تبعه وعم صور فيه لانه جوالي طفى وكل شيء طفى. رح فرجكم انا هلا شو اشتريت. اشتريت واحد لاهلي والثاني لصديقاتي، وهذا الساندويتش تبعي اشتريته من محل حبس شوكولات. شو الحب الشوكولات؟ الشوكولات بتاع الحلمبوك الصغير. وشو حلمبوك الصغير؟ أصدقائي قررت إنه في نهاية كل فلوج أو في بدايته أو في وسطه وتبقى إنه هيك بناقش معكم موضوع أو بفضفض أو بحكي معكم وتبقى اللي بيكون يعني في هديك اللحظة، يعني وحي هديك اللحظة. لما رحت وسويت الهايكينج
كان في بالي فكرة واحدة. احنا دايما بنقول يا جبل ميز ذكريه، بمعنى انه الجبل ثابت، انه الانسان لازم تكون قيمه ثابت. بس هل في احد تطلع انه حتى توصل لهداك الجبل، حتى توصل لهديك القمة من الثبات، في منعرجات فوق فجأة تنزل تحت؟ بمعنى المبادئ اللي بنكتسبها في حياتنا، اللي هي هديك الشيء اللي بيكون ثابت الجبل، قبله كان في تغيرات كتيرة وأفكار كتيرة وأشياء كتيرة، يعني سواء كانت حزينة أو سعيدة مرينا فيها بحياتنا، وهي اللي كونت جملة المبادئ ميز ثبات هداك الشخص على القيم والمبادئ المعينة. قيم المبادئ أنا تختلف عن الشخص الثاني، نسبة ثباتنا فيها تختلف من شخص لتاني، والإنسان وفقا لهذيك المنعرجات والمنخفضات بيتغير أفكاره، بيتغير بيتجدد وبتكون هداك الجو. والريح اللي بتجي واللي بتعصف هي اختبار لهديك المبادئ والقيم، يا اما تكون جبل او بتكون رمال صحراوية مع كل ريح ترسي على بر. او ماي جاد، وانا هلا عم بتصفح الفيسبوك بلاقي انه طيارة سقطت في الجزائر او يعني شي زي هيك، وفيها الجنود او العسكر، يعني فيها الجيش الجزائري. الله يرحمهم يا رب، والله يحفظ الجزائر وكل اهل الجزائر. هلا وصلوا 273، عن جد هذا الكلام بحكيه من كل قلب. الجزائريين مروا بفتره كتير صعبه، وانا عن جد يعني كل الحذر اللي عم بياخذوه انا مستوعبه كل شيء، لانه مروا بمرحله المجاهدين وما بعرف ايش، اللي ما في حد في هذا الكون او في الكره الارضيه وقف حدهم، وهم بس اللي قدروا يدوا هذاك السوس اللي انزرع ببلدهم. يرحم يا رب كل شهداء الجيش الجزائري اللي توفوا اثر هاي الحادثه. انا رفيقتكم وئام، ديروا بالكم على حالكم وعلى احلامكم وعلى قلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم، and peace. سلامة. مبسوطه 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 مبسوطه. وئام اعقلي، لا ما راح اعقل، الكاميرا راح تطفى. او ماي جاد، لا ما تسوي هيك فيني.